السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله يا رب يكون كل الأصدقاء في خير وفي نعمة. في البداية نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر الإخوان والأصدقاء وجميع أهلنا في فلسطين، اللهم آمين يا رب العالمين. بتاريخ 7 أكتوبر لسنة 2023 في زيارة النهاردة لمرحل أحد الأصدقاء، زي ما أنتم شايفين ما شاء الله تبارك الله بعض الخلايا نقدر نقول تقسيمات حديثة عبارة عن 3 و4 براويز، وفي خلايا إن شاء الله هنشوفها كثافة نحلية بتاعتها ممتازة تصل ل7 و8 براويز. طبعا الله يبارك في الأصدقاء، العجينة البروتينية اللي انتوا شايفينها أعلى البراويز زي ما احنا شايفين ديت نقدر نقول لأن الأجواء معتدلة، أجواء ربما يكون 30 درجة تقل شوية 29، يعني مقصود كلامي إن الأجواء مناسبة بالنسبة طبعا للمكان اللي أنا موجود فيه أو بأصور فيه نقدر نقول الفيديو ده، فبالتالي طبعا اللي أجواء نقدر نقول نفس الأجواء ديت ممكن يحط العجينة البروتينية أعلى البراويز، اللي طبعا عنده درجات حرارة يقدر يحطها في أرضية الخلية. طبعا النحل تم مكافحته من الفروة، يوجد اللهم لك الحمد نقدر نقول مرعى، مش هنقول ممتاز ولكن أعلى من المتوسط، فالمرعى دوت محفز الملكات من غبار الطلحة أو حبوب اللقاح، وفي تنشيط نقدر نقول ما شاء الله تبارك الله في وضع البيض، فبالتالي الله يبارك في الجميع زي ما بيقولوا كده بنعمل دعم بالعجائن البروتينية على أساس نحفز ونقوي الخلايا أكتر أو نجيشها خلال فترة الخريف اللي احنا موجودين فيها. طبعا زي ما احنا قلنا عملنا ما شاء الله تبارك الله في المنحل دوت نقدر نقول مكافحة أو دورة مكافحة بالفورميك أسيد دورة كاملة، سواء للخلايا التي كانت تحتوي على كثافة نحلية ممتازة 7 و8 و10 براويز قبل ما يتم عملية تقسيم أو تقسيمات مجمعة. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله بنحاول نفتح أكتر من خلية، تمام، مش خلية واحدة فقط، لا بنحاول نفتح أكتر من خلية ونوريكم صروح النحل عامل إيه. طبعا الله يبارك في الجميع بالنسبة للمنحل دوت بيتم تغذيته تغذية بكميات قليلة، تمام، يعني في معدل مثلا 150 ملي ربع لتر، كمية بسيطة، الهدف ان احنا نحفز الملكات، تمام. طبعا معدل التغذية اللي احنا بنغذيها بالنسبة لدرجات الحرارة اللي هي تقارب من 30 درجة مئوية بنغذي في معدل 1.5 مية إلى 1 سكر، 1.5 مية إلى 1 سكر، تمام. طبعا بالنسبة للمناحل نقدر نقول او الاصدقاء اللي عندهم درجات حرارة مرتفعة تصل مثلا 37 او 38 درجة، بالتالي انصحه ان هو يغذي 2 مية 1 سكر، تمام. احنا بنتكلم على نقدر نقول الدرجات الحرارة ليها عامل مهم جدا، مكافحة المكافحة ثم المكافحة ثم المكافحة. ليه بركز عليها؟ لان كل التحفيز اللي انت هتعمله للملكات والحضن اللي هتطلع عندك لابد ان هي نقدر نقول تطلع خالية من اي فروة من اي مشاكل من اي فيروسات، تمام، لانك انت دلوقتي نقدر نقول بتقوي جيش من النحل يكون عنده القدرة للعبور ان شاء الرحمن خلال فترة الخريف والشتاء، ويكون عنده القدرة ان هو يعبر معاك لحد بداية الانطلاقة الربيعية، تمام. ولذلك اخطر شيء هي الفروة لان هي المدخل الوحيد لجميع الامراض، نتمنى نركز عليه، تمام، نتمنى ما نهملش الفترة اللي احنا موجودين فيها. احنا زي ما احنا قلنا النهاردة تاريخ 7 اكتوبر، تمام، مفيش اسرع من الايام، هنبص نلاقي نفسينا بعد 10 ايام دخلنا تقريبا نقدر نقول منتصف اكتوبر، دخلنا نهاية اكتوبر، تمام. طبعا عجائن بروتينية للخلايا التي نقدر نقول تكون خارج الموسم، طيب اللي في موسم صدر خروب اسل ممنوع، يعني انا المنحل بتاعي في موسم الاسل ما بحطش عجائن نهائي، ده منحل احد الاصدقاء موجود نقدر نقول في مراعي غبارية، فبالتالي هو عاوز يجيش،
عاوز يستفيد من تقسيمه. تمام، الله ييسر الحل لجميع الأصدقاء المتابعين معانا، ونسأل الله يا رب التوفيق لكل الإخوان والأصدقاء في البلدان العربية وأصدقائنا وإخواننا في فلسطين الحبيب. مشكورين، شكرا جزيلا.